اكيد غادي نقول لك بدالة، لان بدلت لي الحياة ديالي. ما بدلتش فيها والو، لانني انا اصلا في قبل ما نتشهر، قبل كنت في استوديو، كنت كنخدم على ستار، يعني كنت في العالم ديال الشهرة ومتعود على داك العالم، يعني ما جانيش غريب انني ندخل داك العالم. فما بدلتش فيها والو، متعود عليها وعارف العالم ديالها وانا فرحان بها. كنظن انني الحمد لله وشكرا لله تعطتني فرصة واستغليتها وقدرت ان نوصل شي حوايج اللي كنت كنتمناه في البال ديالي. فكاينين كيف ما كاين انا، كاينين بزاف ديال الناس موهوبين اللي كيتمناو غير يجي شي نهار تعطاهم فرصة. انا كنحمد الله على هذا الشيء اللي انا فيه دابا، وطبعا طموح كبير باش نزيد قدام ان شاء الله في الاعوام المقبله. لا ماشي غايب، باركونتر الحضور في الاعوام المقبله ما كانش غادي يكون عندي شي وقع على المهرجانات واخا نكون حاضر فيهم، لان شنو نحضر شنو ندير مثلا، يعني ما كانش عندي ريبرتوار اللي نقدر نغني في فيستيفال ولا في شي بلاصه. ففي هاد 2019 ان شاء الله كاينين بزاف ديال المهرجانات وبزاف ديال لي دات، غادي نخلي الناس يكتشفوهم معايا في السوشيال ميديا وفي سميتو وحده بوحده ان شاء الله من هنا حتى الاخر ديال 2019 ان شاء الله. اش غادي نقول لك، انا ماشي ما كنحبش هاد الفكره هادي بالحق. الحاجه اللي كتشفع الفنان واللي كتخليه انه يقدر يخدم في الملايين الليليه كدي سواغي، ماشي كمغني رسمي تما. سواغي كتمشي كتخدم سواغي باش كتجيب دوك الفلوس باش كتقدر تبرودوي راسك، لان كيف ما كيعرفوا الناس هذا الموضوع هذا قلناه بزاف وتعاود ما كنبغيش نهضر فيه، ما كاينينش شركات انتاج، ما كاينينش شي جهات اللي كيمولوا الفنان باش يقدر يرتاح باش يبدع. دونك الفنان كيلقى راسو في واحد المعادله صعبه اللي ما يمكن يحلها الا ملي كيمشي كيخدم في مهرجان، والمهرجانات تحتهم قلالين معدودين على رؤوس الاصابع. دونك الفنان كيلقى راسو في واحد المعادله صعبه اللي ممكن تحقق ليه الا فاش يمشي يخدم في دوك الملاعب باش يقدر يشوف الكارير ديالو بوضوح. والله ما عاقل عليه بالحق، تقادينا الحمد لله شي بركات. انا ما نقدرش نقول لك، ما كنبغيش ادنى اجر كان 50 درهم. اول اجر تقضيته على الغناء في الليسي كان هو 50 درهم.